أستاذ قربي أهلا وسهلا ومرحبا بك. أهلا أهلا بك. كيف حالك أستاذ؟ الله يبارك فيك بارك الله فيك. الحمد لله. أول سؤال نبدأ أستاذ قربي، وأنت الكاتب العام لاتحاد المحامين الشباب بالرباط، يعني أصدرتم مؤخرا داخل فيدرالية جمعية المحامين الشباب بلاغا رفضتم فيه الاحتكام أو يعني هذا جواز التلقيح للإدلاء به أمام المحاكم، لماذا هذا الرفض؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا للمنبر الإعلامي أنفاس بخيس على الاستضافة، وللأكيد على أن الفيدرالية المحامين الشباب باعتبارها مكون من المكونات ديال المجتمع المغربي، وباعتبار على أن تتكون أو كتضم مجموعة ديال الجمعيات والاتحادات ديال المحامين الشباب اللي مفروض على أنهم كيكونوا في المقدمة ديال المدافعين على الحقوق والحريات والقانون. طبعا الوقت اللي بان الإجبارية ديال 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 التلقيح من طرف الحكومة كانوا عندنا واحد مجموعة ديال المواقف، طبعا مواقف من منطلق ومن موقعنا كمحامون. الإطارات الشبابية تقريبا كثير منها عبرات من خلال البيانات بأن جواز التلقيح ما يمكنش يكون آلية من أجل محاربة الوباء، باعتبار لأن هناك حرية ديال الجسد وحرية ديال الإنسان على أنه يتلقح أو ما يتلقحش بمفهوم العامي. بالتالي كاين مجموعة ديال الأمور اللي ربما كتعارض مع الدستور اللي هو أسمى تعبير ديال الأمة ومقارنة مع بعض القوانين، والشيء اللي تيجعلنا على أنه هذه الإجبارية ديال التلقيح كاين واحد النوع ديال التخبط ديال الحكومة في التعامل معه. وحتى القرار الأخير اللي أخذته طبعا، وكان واحد القرار اللي هو ثلاثي ما بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، طبعا وجهت واحد الرسالة لرئيس الجمعية ديال هيئة المحامين المغرب كطلب منه على أنه يتواصل مع النقباء على أساس أنه نلوج إلى المحاكم كما باقي القطاعات ما يمكنش على أنه يتم دون باش نصحح ماشي جواز التلقيح، ولكن كيهضروا على الجواز الصحي. إذن هذا الجواز الصحي كيجعل أنه طبعا المحاميات والمحامون والمتقاضون بصفة عامة والموظفون ديال وزارة العدل اللي هما في كتابة الضبط، كذلك السيدات والسادة القضاة والنيابة العامة، على أنهم غيولي هذاك المرفق هو مرفق مقرون الولوج ليه. ومني كنقولوا الولوج ليه كنقولوا الولوج للعدالة، مقرون بالتوفر على الجواز الصحي. أنا نعطيك واحد المثال، دابا تصور إنسان وقعت لي أزمة صحية وغيدخل المستشفى، هو مريض وغيدخل المستشفى، غادي يقولوا لي ما تلقاش العلاج يكون عندك الجواز الصحي. انا كنظن بان الجواب ببساطه غيكون لا، ما يمكنش، لانه من ابسط الحقوق اللي على الانسان هو الحق في الاستشفاء. ما يمكنش انت غتقول لي لا ما عندك جواز صحي ما تولجش المستشفى. وكذلك بالنسبه للعداله، كيفاش نتصوروا على انه قطاع ديال العداله ومحكمه اللي هو واحد الجهاز المفروض كيقدم خدمات عموميه للمواطنين، وكما حنا كمحامون كندخلوا باش ندافعوا على الحقوق والحريات. إذا ملي كيوقع هذا النوع ديال التدقيق أو التضييق، وكيكون واحد النوع ديال يعني التعسف، حنا كنعتبروا بأنه تعسف من طرف الحكومة لأنه ما تسمحش للولوج، ظهرت مجموعة ديال الأمور ماشي في المحاكم. أول ما صدمنا به حنا كمحامون هو المؤسسات السجنية، ولا مجموعة المؤسسات السجنية كتطلب على أنه ما يقومش المحامي بالتخابر مع الموكيل ديالو اللي هو السجين إلا بعد حصوله على جواز الصحي، جواز التلقيح عفوا. الحكومة كتهضر على الجواز الصحي، المندوبية ديال السجون لحد الآن كتقول بأنه لازم أنك توفر على جواز التلقيح، وحنا كنعرفوا مزيان شنو الفرق بين الجواز الصحي وجواز التلقيح، لأن الجواز الصحي ممكن تكون أي وثيقة تثبت الخلو ديالك من المرض أو الفيروس ديال كورونا، بخلاف الجواز ديال أولا جواز التلقيح، لأنك خاصك تكون تلقحتي تلقيح الأول أو مرتين أو ثلاث مرات. إذا هذا التخبط هذا جعلنا كمحامون أننا نعبر على السخط ديالنا والغضب ديالنا من هذه الممارسة. لأكيد هذا السخط أستاذ يونس كنلاحظوا بأنه مقرون بواحد السلسلة ديال الاحتجاجات، لماذا هذه الاحتجاجات وأنتم معشية اليوم احتجاج ديال 14 يناير المقبل، لماذا هذه الصيرورة ديال الاحتجاجات؟ هو غير الإشارة، هذه الاحتجاجات هي ما مرتبطاش بالجواز الصحي أو جواز المرور، هذا الجواز الصحي هو مستجد وعبرنا فيه من خلال بيان مستقل.
اما سلسله الاحتجاجات اللي اعلنت عليها الفيدراليه وخدات فيها يعني المبادره معي طبعا مجموعه ديال الاطارات اللي كتنضوي تحت الفيدرالية اللي هي 16 اطار وطني او محلي، جعل انه هناك مسببات، وهذه المسببات هي ماشي وليده اليوم او الامس القريب، هي طبعا نتيجه ديال واحد مجموعه ديال التراكمات، وهاد التراكمات ما مرتبطاش غير بالحقوق ديال الدفاع او للمحامون. احنا كنشوفوا كفيدرالية على اساس انه احنا جمعيه اللي تعنى بالحقوق والحريات بصفه عامه، هناك كاين واحد المجموعه ديال او الارهاسات اللي جعلتنا على اننا نوصلوا لواحد المرحله سميناها مرحله تردي، تردي ديال العمل القضائي والقانوني في البلاد. طبعا ملي كنقولوا العمل القضائي والقانوني راه كندخلوا الفساد اللي كينخر لجسم العداله، كنهضروا على الفساد اللي كينخر جسم العداله حتى بالنسبه للمحامون، كنهضروا على السمسره اللي شكلات واحد يعني واحد المرض ولينا كنعانيوه، ولربما سرطان كتعاني منه مهنه المحاماه، واللي طرحنا فيه مجموعه ديال الامور اللي كنطالبنا للمؤسسات القضائيه بجميع مكوناتها، للمؤسسات ديالنا المسؤولين المهنيين على انهم يتصدوا لهذه الظاهره. اكيد كاين مجموعه ديال يعني الاسباب اللي خلاتنا نديروا حركات الاحتجاجيه، منها التضييق على حصانه الدفاع، والدفاع اذا كان مضيق عليه يكون اكيد الحريه غادي تضيق، لانه ما يمكنش المحامي يدافع على السجناء وعلى المتابعين. وحنا ملي كنقول متابعين راه ممكن يكون متابعات متعدده، راه كاين حتى متابعات سياسيه، متابعات ديال الراي والتعبير وديال الصحافه ومجموعه ديال الحقوق اللي الدفاع هو الوحيد، طبعا الوحيد في اطار القانوني اللي مخولي قانون على انه يدافع عليهم امام المحاكم. بالتالي لما كانش عنده الحصانه ديال انه يقول ماشي اللي بغى، طبعا في حدود الضوابط القانونيه، راه ما غاديش يكون نهائيا اننا نقوم نشهدوا محاكمات عادله. اذا حنا طلبنا بانه المحامي يتم يعني يتمتع بمجموعه ديال الحقوق اللي اهم الحق هو الحصانه ديال الدفاع داخل المحاكم. كذلك طلبنا بانه يكون واحد القانون ديال منهج المحاماه اللي هو قانون حداثي تتجاوب مع الظرفيه اللي كتعيشها مهنه المحاماه والعالم بصفه عامه. هناك مجموعه من الممارسات اللي ما عرفتش واش الوقت كيناسب على اننا نتحدثوا عليها، ولكن احنا كفيدرالية عبرنا من خلال مجموعه من الشعارات اللي رفعناهم، وصدرنا مجموعه من البيانات، وكان اخر بيان اللي حددنا فيه بدقه يعني المطالب والاسباب ديال الاحتجاج ديالنا، واللي هذه الاسباب جات بشكل يعني هذه الاحتجاجات جات بواحد الشكل اللي هو تدريجي. كان بدايتها حملنا اللياقه او زولنا اللياقه ديال بدله محمد اللياقه البيضاء، ثلاثها حمل واحد الكمامه اللي فيها واحد الرمز واللي عرفت واحد استجابه كبيره من طرف الزملاء في المغرب كامل، فيها رمز الميزان المائل، وهذا طبعا فيه اشاره لمن يهم الامر، وكانت مؤخرا واحد الوقفات محليه في جميع المحاكم تقريبا. استاذ يوسف، ملي كنتكلموا على مطالبكم تجاه الوزارات تجاه المجلس القضائي تجاه عدد من الامور، ولكن من حيث البيت الداخلي ديالكم ديال المحاماه، هل انتم مطمئنون لحصانه البيت الداخلي؟ لا، غير شنو تقصد بالبيت الداخلي؟ يعني من حيث التنظيم، يعني كتهضر على المؤسسات المنظمه قانونا، كتهضر على الهيئات، مجلس الهيئات، لا ما كنتكلمش النقابات، لا كنتكلم على المهنه ككل. يعني لا، المهنه في حد ذاتها الان يلجها عدد من المحامون الجدد، يعني الى اي حد انها ما زالت تلك المهنه النبيله عند المجتمع وعند ايضا حتى المحامين انفسهم؟ لا، باش وهي مهنه المحاماه نبيله وستبقى نبيله، لانها كرساله هي كاينه هذه المهنه في هذا العالم اصلا باش تدافع عن الحقوق والحريات ونصرة المظلومين. اكيد مؤخرا ولينا كنلقاو، طبعا دائما كنتلاقاو مع نقبائنا والقيادمه ديالنا وكيعاودوا لنا التاريخ والامجاد ديال مهنه المحاماه. مهنه المحاماه عرفت واحد النوع ديال الضغط، والشيء اللي جعل لان مؤخرا ولينا كنلقاو واحد المجموعه ديال المحامون الوافدين على هذه المهنه،
لي أكيد، على أنه طبعا هي المهنة تتحمل هذا العدد، ولكن ماشي بهذا القانون اللي كاين، وماشي بهذا النظام ديال التكوين اللي كاين، وماشي بهذه المكاتب اللي كاينه. داكشي اللي حنا كنا كنطالبوا دائما، انه قبل ما يولجوا هذا العدد، حنا حاليا في الرباط عندنا ما يفوق 300 محامي متمرن. ومني كنقولوا 300 محامي متمرن، كنتسالوا على التكوين والتدريب والمكاتب ايضا. طبعا المكاتب ديالهم فين غيتمرنوا؟ اذا حنا كنا كنطالبوا دائما كفيدرالية على انه يداروا المعاهد ديال التكوين اللي من القانون ديال 1993، وقالوا بانه غيتحدثوا معاهد ديال التكوين، لحد الان ما كاينينش. اذا انا كنظن بانه المشرع خاصو يتحمل مسؤوليته، كما خاصو يتحملوا المؤسسات المهنيه ديالنا، على انه يوقع واحد النوع ديال الضبط والتقنين ديال هذا الجانب ديال الالتحاق ديال الزملاء المتمرنين، باش ما يوقعش هذا التردي اللي حنا كنعانيو اليوم. بالنسبه الى رجعنا للسؤال الاخر اللي هو الوضعيه ديال جمعيه المحامين الشباب، او لا عفوا المكتب ديال جمعيه هيئات المحامين بالمغرب، وايضا باقي المجالس. الموحد هو انه نحن امام سرعتين، سرعه ديال فائقه بين قوسين متقدمه للمحامين الشباب، وسرعه بطيئه او اقل سرعه من هذه السرعه هذه. كيف ممكن للمحاماه تمشي بهذه السرعتين المتناقضتين؟ لا، انا غير باش نوضعوا واحد النقطه في هذا ونفتحوا قوس. ربما تبالك بان كاينه سرعتين، ولكن هاد السرعتين هي مساله طبيعيه. لان اولا ملي كنهضروا على جمعيه هيئات المحامين المغرب، هي جمعيه تضم ساده النقباء اللي كاينين في 17 هيئه، اضافه الى الاعضاء اللي هم اعضاء ديال المجالس. طبعا هيئات المحامين 17 هيئه منظمه قانونا، لها اختصاصاتها، لها طبعا مجموعه ديال الاعمال اللي كتقوم بها بشكل يومي، واللي كاينه واحد طبعا الجمعيات العموميه، عندنا واحد المؤسسه اللي كتنظم قوانين داخليه ديال الهيئات، كذلك الجمعيه ديال هيئه المحامين المغرب. حنا بطبيعه ديال العمل ديالهم عندهم امور اللي هما مهتمين بها في اطار التوازنات، الحوار على القوانين بواحد الشكل اليوم. ولكن حنا كفيدرالية وكجمعيه المحامين الشباب، حنا كنخضعوا للظاهر ديال 1958 قانون الجمعيات اكيد. فهاد الحركات الاحتجاجيه اللي كتبان ربما بانها تسير بسرعه مختلفه على السرعه ديال نقبائنا، هي ربما يمكن تبان الاغيار والعموم بان كاين سرعتين، ولكن باش نوضح لك بانه حنا في الجمعيات ديالنا دائما نسعى الى كقوة اقتراحيه وكمبادرات، ودائما نحتج لانه كتبنا جمعيات ديال هيئات المحامين بالمغرب، كتبنا نقبائنا، حاولنا نستشعرهم بالوضع، ولهذا الوضع اكيد راهم كيعرفوه جميعا في اطار المؤتمرات اللي كدار. ولكن دائما المحامين الشباب في التاريخ كانوا هما القوه الاقتراحيه والقوه الاحتجاجيه اللي كيطالبوا بالحقوق، ماشي غير ديال المحامون فقط، بل الحقوق والحريات ديال المواطنين والمتقدم بصفه عامه. اذا هذه الحركات الاحتجاجيه انا كنظن بانها، ومشي كنظن، انا اكيد بانها كتدخل في اطار الواجبات اللي المفروض ان المحامي يديرها. كيصعب لاننا نحتج ضد مؤسساتنا، لان يعني مؤسساتنا عندنا المؤسسات والاليات ديال التواصل معها اللي هي الجمعيات العموميه ديالنا والمكاتبات ديال النقباء. حنا عندنا الحق في اطار الاستقلاليه على اننا نقولوا بانه كاين شي امور اللي هي كتضايقنا، واللي كتضايقنا ماشي غير دائما في ممارستنا المهنيه كمحامون، ولكن كتضايقنا في اطار العمل داخل المحاكم. نقولوا لا، ونقولوا بانه شنو كاين، راه كاين فساد، كاينه سمساره، كاين شي امور اللي ماشي غير حنا كمحامون كنقولوها، راه حتى المنتظم الدولي، اذا البنك الدولي والصندوق النقد الدولي راه تيقول بانه كاين مشاكل. المرتفقين ايضا، حتى المرتفقين كيعانوا، حتى المرتفقين كيعانوا، حتى الولوج، لان ملي كنهضروا على المساعده القضائيه وكنهضروا على المساعده القانونيه، لان واش فعلا المتقاضي كيستافد من المساعده القانونيه اللي كتختلف عن المساعده القضائيه؟ واش الولوج الى العداله واش سلس؟ واش المواطن المغربي عنده ضمانات ديال الحقوق والحريات؟ نعطيك غير واحد المثال بسيط اللي رفعنا فيه شعارات، وهي المساله ديال الامن القانوني والقضائي. راه المواطن ما كيشعرش بواحد الامن قضائي، احنا كمحامون ما كنشعروش به. كتلقى واحد الممارسه في محكمه تختلف عن الممارسه في محكمه اخرى، ودرجه قضائيه حتى في محكمه النقد ما كاينش امن قضائي.
تتلقى قرار محكمة النقد في اتجاه، كيجي واحد الوقت كيقول لك لا راه غادي نبدلو، راه تبدل ولا واحد اتجاه اخر. القانون دابا حاليا الحركة الطريقة ديال التعاطي مع النصوص القانونية، الطريقة التعاطي حتى مع الأحكام من خلال التعامل مع عندهم الهاجس الكمي على الهاجس اللي هو موضوعي. إذا هادو أمور اللي حنا بالنسبة لنا كفيدرالية وكاتحادات المحامين الشباب وكجمعيات، منين كنديروا هاد الحركات الاحتجاجية كنديروا من منطلق ديال الدور ديالنا اللي مستطر في القوانين الأساسية ديالنا، اللي كنمكننا على أننا ندافع عن الحقوق والحريات بمنأى على التصور ديال الهيئات ديالنا وديال جمعية هيئات المحامين. طيب هل جسم